بتمنى وبسأل ربنا وبصلي كل يوم وبفجر كل يوم وما عم أقدم الفجر إنها تكون حقيقة عرس بكل أبعاد الكلمة. في مصر إجا راسي قالوا لي مصر والمهمة مهمة إنسانية هدفها متواتر المحتاجين والناس كلهم من جروح من حروب. أنا بعرف شو معناها بحرب الناس، يعني أنا بعرف بعد الموضوع هيدا بالذات وقديش مؤلم هو وقديش ممكن يشوه الإنسان إذا ما انحط الرعاية اللازمة على راسه وبقلبه. مبتدأ.com